أيمن محمد أحمد عبد ربه من قرية قوسين قضاء نابلس، عمري 47 عام، درست خدمة اجتماعية بجامعة قدس المفتوحة، أسير محرر أمضيت في سجون الاحتلال 14 عام. الفكرة إنه بلشت إنه إن أنا عندي أرضية من يعني من صغري في موضوع صناعة الألعاب، من الأشياء اللي كانت عندنا وإحنا صغار نصنع تراكتورات، نصنع تراكتورات من خلينا نقول علب الكولا، نصنع باصات من اقلان الشراب، وهي الاشياء اللي كانت عندنا متواجده نحولها يعني احولها لالعاب الهو بها انا واصحابي. انتقلت طبعا المرحله الثانيه، مرحله الاعتقال من لا شيء نصنع شيء. اذا كانت تدخل عندنا كرتونه، تدخل عندنا اي شيء كنا نتقاتل عليها انا واصحابي، مين بده ياخذها ويصنع منها هدية لأهله، من برواز، من قبة الصخرة مثلا، من عجم الزيتون كنا نصنع مسابح. السجن كان له دور كبير جدا في تطوير الموهبة اليدوية يعني اللي عندي، وهو في السجن فعلا هو الفراغ، يعني الفراغ كنا نبحث عن شيء يعني لهنا. وكنت أنا مميز بهذا المجال لأنه كانت في عندي أرضية وموهبة أتعلم كثير، ولكن هذا الموضوع كان موجود ومتوارث، الأسرى يتوارثونه ويعلمونه أجيال بعد أجيال. فطبعا كل انسان هوايته، يعني في ناس ما بتحب هالشيء، وفي ناس بالعكس عندها هوايه، عندها حب لهذا الشيء فتشتغل. بعلاقتي مع الاصدقاء، فكانت طبعا نصيبي اني اتوظف في سلطه جوده البيئه. في اطار جلوسي على هذا المكتب صرت افكر باتجاه اني فعلا لازم اشتغل، لازم اعمل، لازم انه يكون في شيء، يعني شو الشيء اللي عندي بتناغم مع هاي الوظيفه الجديده، وانا ما كنت اعرف شيء عن البيئه وعن تخصص البيئه. صرت اراجع طبعا انا شو بقدر اعمل للبيئه، شو بقدر اعمل لهذا الجيل، شو يعني بقدر اعمل لفلسطين في هذا الموقع. فعرفت شو التدوير، انه من من بنحاول نستفيد من الاشياء وبنرميهاش وبنعملها او بنعيد تصنيعها او الى اخره. ففهمت كل هاي القصه بحيث انه صرت انتج يعني افكر باتجاه اعمل العاب تربويه بيئيه من المخلفات. عملت 6 ألعاب خفت إني أجربهن، فالمدير قال لي إذا ما أنت عملت هالشغلات هاي وبدكش تجربهن يعني لأن ليش عملتهن؟ فكان عندنا نادي صيفي في عصيرة الشمالية، فقال روح نعمل يعني نجربهن. فلما دخلت أنا بلعبتين حملتهن وأنا لسه خايف يعني، وخايف إنه ما يتقبلوا الأطفال هذا الشيء. فلما دخلت سمعت كلمة ياي من الطلاب، فأنا ارتحت نفسيا، ارتحت. فطبعا أدينا النشاط وفهمنا الطلاب شو الهدف من اللعبة وشو حركتها، وحاولنا نعمل مسابقة عليهم. ست ألعاب صاروا 60 لعبة فيما بعد. فصرت أشتغل في مجال الألعاب يعني توعية بيئية باستخدام الألعاب البيئية يعني بشكل تفاعلي وبشكل خلينا نقول مرح للطلاب. بدك تربي جيل كامل انه كيف يكون جيل يمتلك الاخلاق التربويه البيئيه. فكانت انطلاقتي بتناغم مع السجن ومع الطفوله، وظيفتي في البيئه تناغمت مع بعض بحيث انتجت هذا المجال اللي اسمه مجال فن تدوير مخلفات البيئه. كانت بدايه العاب تربويه بيئيه، بعدين تحولت الى كيف نحولها لوسائل تعليميه. تخريب البيئه حرام، عمو أيمن سواها. فعملت كثير من الدورات للمعلمين المعلمات الطلاب الطالبات ربات البيوت، فاشتغلت فيه فترة. بعدين صار عندي كمان إنه نضيف إشي، فأضفنا الإشي البلاستيك اللي هو العبوات البلاستيكية من كولا، عصائر، مية. هاي العبوات اللي فعلا عندنا مشكلة وما في عندنا مصانع الآن إنها تعالج هاي الموضوع بشكل كبير جدا. لحين وجود نحاول نعطي ثقافة تربوية من هذا الموضوع، فكانت العبوات البلاستيكية كيف نحولها لورد. وكان كمان طلاب المدارس كثير من الدورات عقدت عندهم كيف فعلا كانوا مثلا يجيبوا مئات العبوات البلاستيكية خلال 3 ساعات 4 ساعات، أعلمهم نشتغل نحولها لأشجار ورد، تعمل ثورة في المدرسة، تقول هذا الزبالة اللي كانت موجودة هاي الكنانة صارت شجرة ورد. فكانت هناك لمسة سحرية.
نعملهم نعلمهم كيف آلية عمل البركان. كنت أنا يعني أجد المجال لمشكلة المدارس، المدارس من إيش بتعاني؟ عندها الورق، الورق هذا شو سوى فيه؟ لحين موجود يعني مصانع وكذا تأخذ الورق وتعيد تصنيعه أو تصنع منه كراتين بيض أو يعني خلافه أو كراتين عادية. فأنا كنت يعني أفكر بهذا الاتجاه إنه نعمل عجينة الورق، عجينة الورق نعمل منها آلاف المجسمات. أنا صراحة يعني ما برسم على الورق، على الورق برسم بالمخ، يعني بمخي برسم إنه بدي أعمل شكل من الأشكال، بدي أعمل لعبة، بدي أعمل إشي، بدي أعمل إلى آخره، بكون راسمه في مخي ومحدد المواد اللي بدي أستخدمها. ولكن أثناء الشغل يمكن تكتشف إنه في طريقة مثلاً هي توجهك صح، إنه تكون مثلاً راسمها أنت بمخك صح الشكل العام كذا، ولكن التنفيذ يمكن إنه يكون يختلف. احنا بالنسبة لإطارات السيارات بنصنع منها كثير من الأشكال وكثير من خلينا نقول الأشياء المفيدة خاصة للمدارس. كنا نصنع منها كوارير أرضية، كوارير معلقة. اليوم أنا بعمل هذه كوارة أرضية، يعني العجل بنقدر نتعامل معه بحد ذاته، بنقدر ندهنه يعني ونزرع فيه أو نعلقه، ولكن أنا بعمل فيه شكل حركة معينة بيطلع شيء جميل، بدل ما إنه العجل نروح نرميه ونحرقه ويسبب لنا تلوث في البيئة ومنظره مش مناسب، لا بناخذ احنا ونصنع منه شيء جميل. فهون يعني بلغ العدد الإجمالي يعني ما حسبته 20,000 عجل لتسع سنوات في هذا المجال. يعني بطة صغيرة عمل أشياء لعبة تبعت الزيت، يحط فيها زيتون، عمل لها على شكل بابور، حط فيها زيتون وقعد يطحن فيها. طبعا تفاعل أهلي، الأهل دائما بدعموا الفكرة اللي يعني اللي بتسعد ابنهم. طبعا هذا الشيء كان على حساب بيتي، مثلا حساب بيت زوجتي كثير كنت اغيب عنها، مثلا في لما اروح على الخليل ما اروح واجي مثلا انام اسبوع، خلينا نقول امرار اتاخر، امرار اضطر اشتري سبت وجمعه. كثير من الناس حتى اللي بمروا هنا في بيتي في قريه قوسين اللي لجأت انا فعلا انه احوله لمكان يزار حتى يستفاد من الناس انه هذا مكان في افكار انه يجوا يزوروه حتى يستفيدوا. طبعا حلمي انه يكون في معرض دائم احدى المؤسسات اللي يكون خلينا نقول فكره دائمه ورساله الى ما بعد الممات تظلها مستمره. فالآن بدنا نطور الفكرة اللي هي فكرة احنا فكرة الـ طبعا انشاء قناة تعليمية تربوية على اليوتيوب، هاي موجودة ان شاء الله بس بدها امكانيات مادية، اما اني كيف بحسب اني اوفرها، لانه كل اللي انت بتشوفه الآن هو على حساب. حقيقة كنت بدل ما افطر كل اروح افطر، لا بديش افطر، بحطهم بالحصالة عشان احوش واسوي نوع من الدعم اللي يعني المادي اللي هي. في هناك معيقات ومحبطات وفي هناك صخور وجدر أمامك، ولكن أنت بإبداعك بتميزك بتصميمك على أنك تحقق شيء بهذا المجتمع، حقيقة أنه بتتخطى كل هاي الحواجز. أنا عندي اتصال من حدا يرفع معنوياتي أفضل من ملايين، عندي حدا أنه يهتم فيه من ناحية كلامية، من ناحية اتصال، من ناحية أنه شو لازمك، حتى لو ما بده يحقق هذا الشيء يعني هذا الاهتمام بيرفع المعنويات.
رسالتي حقيقة للمجتمع الفلسطيني، بيئتنا تكون أمانة في أعناقنا، اللي المكان اللي ضايلنا أنه نعيش فيه، إنه ما نشعر الناس إنه الاحتلال أفضل منا بالمحافظة على وطننا. فمنقول إنه هذه الأرض اللي بسقط عليها شهداء لازم تكون نظيفة، لازم إحنا نقدسها يعني بالنظافة بالجمال، ما نخربها ما ندمرها. فهذه الرسالة اللي أنا قائم عليها، بحيث إنه أوصل لكل فرد فلسطيني إنه بيئتنا أمانة في أعناقنا، نحافظ على نظافتها، نحافظ على جمالها.